السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حيكون موضوعنا الإندوكراين بنكرياس. البنكرياس معروفة إنها عبارة عن تتمثل بإندوكراين وإكسوكراين. فإحنا مش هنتحدث عن إفرازاتها اللي هي العصارة البنكرياسية اللي بتساعد في عملية الهضم، لا، إحنا هنتحدث عن إفرازاتها الهرمونية وكيف إنها بتعمل عملية تنظيم لمعدل الميتابوليزم للكربوهيدرات في الجسم. بالنسبة للبنكرياس هي عبارة عن غدة إكسو إندوكراين، طولها حوالي 15 إلى 25 سنتي، وزنها من 60 إلى 100 جرام، تقع خلف البريتونيوم وتحديدا على مستوى الفقرة الثانية القطنية. بيكون امتدادها تقريبا انه في انحراف شوية، ترانسفير اللي هو مستعرض، والبنكرياس تتكون من ثلاث أجزاء من الهيد والنيك والبادي والتيل، وهذا موضح في الاناتومي هنا بهذا الشكل. إذا أنا بتكلم عن هيد بتكلم عن نيك وهذا البادي وهنا التيل، وهي موجودة بوضع مستعرض بهذه الطريقة وأيضا في شوية انحراف فيها. تمام. الآن لو أخذنا قطاع عرضي من البنكرياس حجد أنه في أنا عندي اللي هو نسيج خلوي. هذا النسيج الخلوي في عنا هنا يمثل الإكسوكراين، تمام، أنه بيفرز عبر قنوات، بينما الإندوكراين هي الموجودة، الجزء الموجود بالداخل حتحدث عنها. تتكون من ثلاث أنواع من الخلايا، هي خلايا ألفا وبيتا ودلتا. ألفا بتنتج جلوكاجون، بيتا تنتج هرمون الانسولين، بينما الدلتا بتنتج هرمون سوماتوستاتين. الان لو تطلعنا على القطاع العرضي للاندوكراين بارتس اوف بنكرياس، حنجد انه موجود الخلايا الموجودة بيريمتر، يعني موجودة في المحيط، نجدها هي عبارة عن خلايا ألفا، وهذه خلايا دلتا، بينما الموجودة في المنتصف هي عبارة عن خلايا البيتا المنتجة لهرمون الأنسولين. تمام. وهناك في تداخل في الهوان داخل هذا النظام الغدي، وبنلاقي انه بيخترق طبعا اللي هو الألفا سيل الى ان يصل الى داخل البيتا، وبيرجع يطلع منها عن طريق اللي هو فينوس وريد خارج، بنسميه فينوس اوت فلو، اللي بيخرج عبرها، بيدخل ودم محمل بيتحمل بالهرمونات وبتطلع من اللي هو الفينوس انفلو. تمام. الان لازم انا عندي هرمونين، هدول الهرمونين بيشتغلوا بشكل معاكس في الجسم، هم الانسولين والجلوكاجون، هم لهم عمليه بتحكم في عمليه افرازهم وضع معين من في الميتابوليزم، هم كمان بتحكموا في عمليه الميتابوليزم في الجسم. فنجد انه الجلوكاجون بيصير في عمليه زياده في افرازه في حاله الفاستنج. لو الشخص صايم بنلاقي انه طبعا الصيام معناته في منخفض في معدل الجلوكوز، فنجد انه الجلوكاجون بيفرز، ونجد انه ايش بيعمل، بيساعد على تكسير الجلايكوجين، بيصير جلايكوجينولايسيس، بيساعد على تكوين جلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه جلوكونيوجينيسيس، وبيزود من معدل تكوين الكيتونز بودي. الكيتونز بودي هي عباره عن اورجانيك اسيد، فبالتالي هي كانها حمض، بتعمل على ترتفع في الجسم وتستخدم ايضا كمصدر للطاقه. بينما في حاله الفيدنج ستيتس، يعني بعد تناول الوجبه الغذائيه بنلاقي الانسولين ارتفع، فبالتالي الانسولين ايش بيعمل، بيزود من معدل الجلوكوز اوكسيديشن، يعني بيساعد على الخلايا انها تاخذ جلوكوز ويتاكسده وتستخدمه في الاي تي بي وعمليات الحيويه، بيساعد على تكوين الجلايكوجين، بيساعد على تكوين الدهون وتكوين البروتينات. الان الانسولين هو عباره عن بوليبيبتايد هرمون، بيتكون من تو سب يونت الفا وبيتا، الاثنين بيرتبطوا مع بعض بدايسلفايد بوند، والالفا وبيتا تشينز بتكون او برو انسولين او برو هرمون، بمعنى انه بيكون ان اكتيفز، وبالتالي بيحدثون عمليه اكتيفيشن وبيطلعوا اسمبلي وبيبدا عمليه افراز الانسولين. تمام. ما هو دور الانسولين؟ الانسولين بيشتغل على الأنسجة تقريبا، على كل الأنسجة خاصة نسيج الليفر والسكيليتال مصل والأدبوس تيشو، بيزود من معدل الأبتيك للجلوكوز والأمينو أسيد، يعني بخلي الخلايا تاخد جلوكوز وأمينو أسيد. من غير أنسولين لا تستطيع الخلايا
اخذ الجلوكوز ولا الامينو اسيد ما عدا البرين. اذا الدماغ يستطيع الحصول على الجلوكوز والامينو اسيد من غير بوجود وغياب الانسولين، تمام؟ الان اما الفعل الثاني للانسولين بزود من معدل انتاج الجلايكوجين، فالجلايكوجين هو عبارة عن المصدر او الصورة التخزينية للجلوكوز، طبعا وين بتخزن؟ في الليفر والمصل. ايضا بحفز الاديبوز تيشو اللي هو الانسجة الدهنية في الجسم على تكوين الدهون من الفري فاتي اسيد، وبيكون الترايجلسرايد في الاديبوز تيشو، وايضا بحفز اللي هو زيادة اخذ الخلايا للبوتاسيوم، تمام؟ اذا هو بيساعد في عملية ريجوليشن لمستوى البوتاسيوم، هذا بنسميه بوتاسيوم هوموستاسيس. الان بالنسبة للانسولين ريسبتور، الانسولين ريسبتورز هي ريسبتورز تبعته تتكون من 2 سب يونت، تعتبر انترنسك تايروسين كايناز اكتيفيتي، لها نشاط تايروسين كايناز اكتيفيتي، لانه هي ريسبتورز الدومين الداخلي عبارة عن تايروسين كايناز، وبالتالي بصير عملية اكتيفيشن للريسبتورز بمجرد ما يرتبط الانسولين معه وبيبدا عملية الفوسفورايليشن، تمام؟ عملية الفوسفورايليشن هي عبارة عن عملية بتعمل على تحويل الانسولين ريسبونسيف سبستريت الى فوسفورايليتد انسولين ريسبونسيف ستيت فوسفورايليتد، وبالتالي بحفز اللي هو فعل انتاج انزيمات معينه بتساعد في القيام بدوره داخل الخليه، وبينتج بعد هيك اللي هو الفاينل اكشن. الان بالنسبه للسبيسيفيك تارجت للانسولين على كاكشن، بياثر على الكربوهيدرات، ايش بيعمل؟ بيزود من نشاط الترانسبورتر للجلوكوز، وهذا اللي بيخلي الخلايا تاخذ جلوكوز، يعني بصير الجلوكوز يدخل لداخل الخلايا وتستفيد منها في عمليات الحيويه، تخزين طاقه، انتاج اي تي بي، تخزين الجلوكوز، تكوين دهون وما الى ذلك. ايضا بيعمل تنشيط لانزيم جلايكوجين سينثيتيز، فبالتالي بيحول الجلوكوز الى جلايكوجين، وهذا بيساعد على تخزين الجلايكوجين. في المقابل بيثبط الفوسفو إينول بيروفيت كاربوكسيكاينيز، وهذا الإنزيم بيثبط عملية الجلوكونيوجينيسيس. هذا الإنزيم طالما ثبط بطل في عندي عملية تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية، تمام؟ إذا الأنسولين بيمنع تكوين جلوكوز جديد، تمام؟ عن طريق إنه بيثبط إنزيم الفوسفو إينول بيروفيت كاربوكسيكاينيز، هذا الإنزيم ضروري في عملية الجلوكونيوجينيسيس، طالما ثبطنا إذا لن تتم هذه العملية. تأثيره على الدهون انه بنشط الاسيتايل كول اي كاربوكسيليز. هذا الانزيم بحفز عملية انتاج او تكوين فري فاتي اسيد من الاسيتايل كول اي، تمام؟ وبالتالي بنشط انزيم اللايبوبروتين لايبيز، فبالتالي هذا الانزيم ايش هيعمل؟ هيزود من معدل تحطيم الترايجليسرايد في السيركوليشن، فبايش بتحفز او بتكون بتحول الى فري فاتي اسيد. هذا الفري فاتي اسيد بتاخذه الاديبوز تيشو وبترجع تصنع تخزن فاتي اسيد فيها وبتصنع الترايجليسرايد، وبصير في عندها تستعيد مخزونها او تكون مخزونها الدهني في الاديبوز تيشو، تمام؟ الان ما هي الريجوليشن لعمليه افراز الانسولين؟ الريجوليشن لافراز الانسولين هو بشكل اساسي معدل الجلوكوز، لو زاد معدل الجلوكوز في الجسم يؤدي ذلك الى زياده الانسولين، وهذا يحدث بعد تناول الوجبه الغذائيه، نجد ان الانسولين بيرتفع، فكنتيجه لذلك يفرز الانسولين كنتيجه للوجبه الغذائيه تناول الطعام، يعني بعد الوجبه نجد ان معدل الجلوكوز زاد، فتدريجيا كنتيجة لزيادة الجلوكوز حيزداد الأنسولين، فالأنسولين بحفز الخلايا إنها تأخذ الجلوكوز، بصير أبتيك للجلوكوز من قبل الأنسجة، وبالتالي نجد إنه معدل الجلوكوز في الدم بينقص، تمام؟ بمجرد ما ينقص معدل الأنسولين معدل الجلوكوز نجد إنه الأنسولين يتناسب معدله مع معدل الجلوكوز، فبصير بينزل معدل أو قيمة الأنسولين موجودة في جسمنا بينزل. الآن بالنسبة لتأثير الأنسولين على الفيد ستيتس ميتابوليزم، الآن لما بيصير في عند تناول لوجبة الغذائية نجد إنه بيزداد الجلوكوز بيزداد الأنسولين، فبيزود من معدل أخذ الخلايا للجلوكوز، بيزود من معدل تخزين الجلوكوز واستخدامه، بيزود من معدل تكوين الدهون وتكوين البروتينات. الآن
هذا اللي بيحدث الآن، المخطط اللي أمامنا بيحدث بمجرد ما إيش يصير في عملية زيادة في الجلوكوز، هذا يحدث في الفيد ستيت. الآن في الفيد ستيت صار في زيادة في الجلوكوز، أصبح الآن زيادة في إفراز الأنسولين، ارتبط الأنسولين مع الريسبتورز اللي هي حكينا عنها عبارة عن تيروسين كايناز ريسبتور. هاي الريسبتور هتعمل فوسفوريليشن، فوسفوريليشن للآي إس، الآي آر إس اللي هي أنسولين ريسبتور سبستريت، ويتحول إلى فوسفوريليشن، صار له فوسفوريليشن. فالآن هتبدأ السكند ماسنجر. الآن السكند ماسنجر من ضمنها هيكون عندنا زيادة في الترانسبورت اكتيفيتي عن طريق إنه زود من اللي هو من نشاط جلوكوز تايب 4 ريسبتور. تمام. الآن السكند ماسنجر هيكون منها إما زيادة إنزيمات أو خفض إنزيمات حسب اللي حكينا عنه، وهذا يؤدي إلى تغيرات في الميتابوليزم. أيضا من ضمن السكند ماسنجر إنه يؤثر على الدي إن إيه، وبيزود من معدل ترانسكريبشن فاكتور. هاي الترانسكريبشن فاكتور بتأثر على إنتاج الإنزيمات إما بالزيادة أو بالنقصة. تمام. وبالتالي بيحدث اللي هو الميتابوليك شينج داخل الخلايا اللي بتستجيب للانسولين. الان بالنسبه للكنترول للانسولين، يحدث بمجرد ارتفاع لمعدل الجلوكوز نجد بيتا سيل تفرز الانسولين. الانسولين بياثر على الليفر والاديبوس تيشو والمصل وخلايا اخرى، بيؤدي في الليفر والاديبوس تيشو والمصل انها زود من معدل استخدام الجلوكوز، بيزود من معدل تحطيم الجليكوجين، وبيزود من معدل تكسير الجلوكوز، بيزود من معدل تكوين الجليكوجين، وبيزود من معدل تكوين الدهون. تمام. وايضا بيزود من معدل نقل الجلوكوز، وهذا يؤدي الى خفض معدل الجلوكوز. الان بمجرد خفض معدل الجلوكوز تعتبر هي اشاره نيجاتيف فيدباك على مستوى البيتا سيل، فبالتالي يثبط انتاج مين؟ يثبط انتاج البيتا سيل للانسولين. الان بنفس الوقت لو كان الجلوكوز مرتفع، تعتبر هذه بحد ذاتها اشاره بتمنع الفا سيل انها تنتج الجلوكاجون. تمام. الان بعض الفاكتورز التي تنظم معدل اطلاق الانسولين هي الامينو اسيد. الامينو اسيد بتحفز اطلاق الانسولين، فبالتالي بتساعد على الخلايا تاخذ الامينو اسيد، وهذا يؤدي الى تكوين بروتينات او بزود من معدل تكوين البروتينات. كيتو اسيد المقصود فيها الكيتونز بودي. الانسولين الان لو ارتفع الكيتو اسيد بتحفز من معدل اطلاق الانسولين، وهذا بيساعد على استخدام الجلوكوز من قبل الخلايا، وتحديدا من قبل الخلايا، وايضا بيساعد على الجلوكوز انها تصير ابتيك لها عشان يمنع استخدام الدهون والبروتينات. الان عمليه ارتفاع الكيتونز بودي او الكيتو اسيد دلاله على عمليه تحطيم الدهون، فبالتالي وتحطيم الدهون بيزداد في حاله نقص الجلوكوز. تمام. فعشان هيك على طول الكيتو اسيد طالما ارتفعت ساعدت على انه الانسولين يزداد، وبتخلي الجلوكوز انها ياخذ الجلوكوز على حساب مين؟ الكيتونز، عشان يمنع عمليه تحطيم الدهون، بيمنع استخدام الدهون، وبالتالي بطل في هناك استخدام الدهون، لكن في المقابل منهم بياخذ الخلايا طاقتها من الجلوكوز، وبالتالي كمان ايضا بيمنع اليوتيلايزيشن للبروتينات. تمام. عملية إطلاق الأنسولين تثبط بفعل الاسترس اللي بيزود معدل إنتاج الإبنفرين من الأدرينال جلاند. فالآن الإبنفرين اللي يبرز الأدرينال جلاند في حالة الاسترس هيرتبط مع الألفا أدرينيرجيك ريسبتورز على سطح البيتا سيل، وبالتالي هيمنع عملية ريليز للأنسولين، وبهيك بصير عملية مينتيننس لميل الجلوكوز لمعدل الجلوكوز. الأنسولين بيقلل والابنفرين منع الانسولين انه يفرز، فبالتالي حافظ على معدل الجلوكوز. الان الجلوكوز بيصير في عمليه ستيموليشن للانسولين سكريشن، بمعنى ان الجلوكاجون بيعاكس فعل الانسولين. تمام. لما الانسولين معدل الجلوكوز منخفض الانسولين يتثبط، بالتالي نلاقي الجلوكاجون بيفرز عشان ينظم معدل السكر مع الانسولين. الجلوكاجون يتكون من 29 امينو اسيد، هو عباره عن بوبتيد هرمون بيشتغل على الليفر، وبيسبب عمليه تحطيم للجليكوجين في عمليه الجليكوجين لايسيس،
وبيعمل عملية ريليز للجلوكوز، لأنه الجلوكوز لما بتخزن على الهيج جلايكوجين، الجلوكاجون بيكسر الجلايكوجين وبيحرر الجلوكوز منها وبصير في زيادة ورفع معدل الجلوكوز في الدورة الدموية. فبالتالي الآن عملية إفراز الجلوكاجون بتثبط استخدام الجلوكوز، تمام، بيثبط تكسير الجلوكوز عشان يزود من معدل الجلوكوز، وأيضا بيزود معدل تكوين الجلوكوز من الأمينو أسيد عن طريق عملية الجلوكونيوجينيسيس، وبيزود من تكسير الدهون وتحرير الفاتي أسيد عشان تصير الفاتي أسيد تدخل في عملية الميتابوليزم، تمام. فنتيجة لذلك بصير في عندي عملية مينتينس، تعديل لمعدل الجلوكوز خلال فترة الفاستنج. إذا الجلوكاجون بيفرز في حالة نقص الجلوكوز، والأنسولين يفرز في حالات زيادة الجلوكوز. الآن الأنسولين يفرز لمن بعد الوجبة الغذائية بصير في زيادة في الجلوكوز، بينما الجلوكاجون بيفرز في فترة الصيام، وهذا اللي بيخلي إنه إحنا لا نتعرض إلى حالة هايبوغليسيميا في فترة الصيام، تمام. الآن التارجت للجلوكاجون هو الليفر والمصل والأديبوستيشو، طبعا تقريبا نفس التارجت الخاصة بمين؟ بالأنسولين، لأن الأنسولين بيستجيب له خلايا أخرى. بيرتبط بريسبتورز خاصة فيه جي بروتين كابل ريسبتورز، فبينتج عنها زيادة للسايكليك ام بي وزيادة للبروتين كاينيزز اكتيفيتي، وأيضا بيزود من معدل انستيتول ترايفوسفيت باثوي، هذا بيزود من الكالسيوم. الآن في الفاستنج نجد إنه الجلوكاجون بيمنع حالة الهايبوغليسيميا عن طريق إنه بيزود إنتاج الجلوكوز، ولأنه بيحفز عملية تكسير الجلايكوجين من الليفر، تمام. الآن في حالة خفض معدل الجلوكوز في الجسم نجد إنه ألفا سيل بتفرز الجلوكاجون بيأثر على الليفر والمصل والأدبوستيشو. بالنسبة للليفر بيزود من معدل تكسير الجلايكوجين، بيزود من معدل تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية زي الأمينو أسيد وغيرها، وبالتالي بيزيد معدل السكر. الآن بالنسبة للمصل الآن في نفس الوقت بيثبط مين؟ بيثبط البيتا سيل لإفراز الأنسولين، فبالتالي طالما قل الأنسولين نجد إنه المصل والأديبوستيشو بلشت تفرز بعض المواد اللي هي الميتابولايت سبستان زي البايروفيت واللاكتيت والأمينو أسيد، وهذه كلها بتروح للليفر، وطبعا الفاتي أسيد هذه كلها بتروح للليفر، وتبدأ الليفر تكون بعمليات الحيوية خاصة الجلوكونيوجينيسيس، وهذا بيؤدي إلى إنه يساعد على رفع معدل الجلوكوز. الآن مرتفع معدل الجلوكوز بتلاقي إنه بيبدأ يستخدموا البرين والبريفيرال تيشو في عملياتهم الحيويه، تمام. بمجرد انه ما يرتفع الجلوكوز تعتبر اشاره اللي هي تركيز الجلوكوز في الجسم نيجاتيف فيدباك على مستوى الالفا سيل، وبتبدا تثبيط افراز الجلوكاجون. ما هو فعل الجلوكاجون؟ يعني بنشط الفوسفوريليز، وبالتالي لما بنشط الفوسفوريليز بيكسر الجلايكوجين وبيحرر منها الجلوكوز 1 فوسفيت، تمام، وبيثبط الجلايكوجين سينثيز. بالتالي لما ثبط السينثيز معناته منع الجلايكوجين انه يتكون. طب كيف بيثبط الجلايكوجين سينثيز؟ عن طريق الفوسفوريليشن، تمام. ايضا بيزود من الفوسفوينول بايروفيت كاربوكسيليز اكتيفيتي، وبالتالي لما زاد نشاط هذا الانزيم بزود اللي هو عمليه الجلوكونيوجينيسيس، بيزود نشاط اللايبيز، واللايبيز بيكسر الترايجليسرايد، ثبط فعل انزيم الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، وهذا التثبيط ادى الى تقليل معدل تحرير الفاتي اسيد ومن اللي هو من الاسيتيل كو اي، منع تكوين الفاتي اسيد من الاسيتيل كو اي لانه ثبت الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز. كنتيجه لذلك صار في عندي انتاج للجلوكوز والسبستريت اللي بتستخدم في عمليات الميتابوليزم المختلفه. ايش اللي بيخلي الجلوكاجون يحدث له عمليه ريليز؟ هو ارتفاع معدل الجلوكوز في الجسم. طبعا معدل الجلوكوز ارتفاعه في الجسم بيثبط الجلوكاجون، تمام. الامينو اسيد بتحفز اطلاق الجلوكاجون، خاصه اذا تناولنا وجبه غذائيه غنيه بالبروتين
ومنخفضة معدل الكربوهيدرات فيها. إذا تعرضنا لستريس الإبنفرين على طول بيرتبط مع البيتا أدرينيرجيك ريسبتورز الموجودة على ألفا سيل وبيزود من معدل إنتاج الجلوكاجون، وهذا اللي بيخلي إنه الجلوكاجون يفرز فترة الاسترس عشان بيزود معدل إنتاج الجلوكوز، وبالتالي بيزود أيضا من اللي هو استخدام الجلوكوز في الطاقة. تمام. الآن الأنسولين، إفراز الأنسولين بيثبط الجلوكاجون، والعكس تماما إفراز الجلوكاجون يثبط الأنسولين. طيب في بعض الفاكتورز بتساعد في تنظيم الجلوكوز في الجسم، هي هرمونات أخرى، جلوكوكورتيكوز اللي حكينا عنها سابقا اللي هو الكورتيزول الذي يفرز من الأدرينال جلاند، بيعمل تحفيز للجلوكونيوجينيسيز واللايبولايسيز وبيزود من معدل تحطيم البروتينات. تمام. ايضا البنفرين والنور ابنفرين بيزود الجلايكوجين لايسيز، بيزود من تكسير الدهون، وايضا عندنا الجروث هرمون بيحفز تكسير الجلايكوجين وتكسير الدهون. الان الجلوكاجون والكورتيكويدز والابنفرين والنور ابنفرين والجروث هرمون، هذه هرمونات بتزود من معدل الجلوكوز، بحطها في كفة واحدة، بينما في الكفة الثانية الأنسولين بينخفض من معدل الجلوكوز الموجود في الدم. تمام. إذا هذه الفاكتورز بتتساعد مع بعضها البعض إنها بتأثر على معدل الجلوكوز، برفع معدل الجلوكوز، بتساعد الجلوكاجون في رفع معدل الجلوكوز. نشوف اللي هو الهرمونات، الهرمون ريجوليشن اوف نيوترينز. تمام. وهذا يحدث بعد تناول الوجبة الغذائية مباشرة، بيكون الواحد متناول الوجبة الغذائية وقاعد ريستنج ستيت، ما قامش بأي مجهود، فنجد معدل الجلوكوز بيرتفع. نجد في هاي الحالة الجلوكاجون والكورتيزول والجروث هرمون والإبنفرين منخفضين. تمام. وبالتالي الأنسولين هو في هاي الحالة بيزداد بسبب زيادة معدل الجلوكوز بعد اللي هو الوجبة، فبيساعد على الخلايا أنها تاخذ جلوكوز وتاخذ الأمينو أسيد، والجلوكوز بتحول داخل الخلايا، طبعا انا بتكلم عن جلايكوجين المصل والمصل والليفر، بيتكون جلايكوجين والامينو اسيد تستخدم في تكوين البروتين، والدهون تخزن على هيئه ترايجليسترايد داخل الاديبوز تيشو. تمام. وبالتالي معدل الجلوكوز بنلاقيه صار في تعديل انه لوضع متوسط. تمام. بصير مودريت ليفل. الان بعد بضع ساعات من تناول الوجبة، فوضع الاكتف الآن صار في نشاط بعد الوجبة، أصبح الآن معدل الجلوكوز بيبدأ ينخفض، الأنسولين الآن يثبط إفرازه، بنلاقي إفرازه بينخفض، في المقابل بيرتفع جلوكاجون كورتيزول جروث هرمون والبنفرين، بالتالي بتعمل عملية رفع لمعدل الجلوكوز من تكسير الجلايكوجين تحت تأثير اللي هو الجلوكاجون، بيكسر الجلايكوجين وبيصير في زيادة في الجلوكوز، بيزود أيضا من معدل تحطيم الدهون في البيتا أوكسيديشن، وبيزود من معدل إنتاج الجلوكوز من الأمينو أسيد عن طريق اللي هو أوكسيديتيف دي أمينيشن اللي هي عملية الجلوكونيوجينيسيس، وبالتالي بيخلي الخلايا ما تاخد الجلوكوز، بيقلل من أخذ الخلايا للجلوكوز عشان يرفع من معدل الجلوكوز في الدم. تمام. وبالتالي بيصير في عندنا مينتيننس لمعدل الجلوكوز، بيصير في عملية اللي هو توازن ورجع معدل الجلوكوز إلى المستوى الطبيعي في الجسم. في عندنا حاجة تسمى تيرن أوفر ريت، هي عبارة عن الميكانيزم أو معدل اللي بيصير فيه تحطيم للمولكيولز في الجسم وإعادة استخدامها مرة أخرى. فنجد انه التيرن اوفر اليومي للكربوهيدرات هو 250 جرام يوميا، تتكسر وبتعاد استخدامها. ففي بعض من الجلوكوز يستخدم في تكوين، يعاد استخدامه في تكوين الجلايكوجين، وهي الكميه حوالي 150 جرام في اليوم. تمام. والتيرن اوفر للبروتين حوالي 150 جرام يوميا، بعض من البروتينات تستخدم يعاد استخدامها في تكوين بروتينات ثانية، يعني بعض البروتينات تتكسر عشان تتحرر امينو اسيد ويستخدم في بناء بروتينات ثانية، وهي كميتها حدود الى 35 جرام يوميا. وما ننساش انه في عندي 9 اسينشال امينو اسيد، هي 9 امينو اسيد ضروري لازم تتوفر عشان يبدا يتكون البروتينات،
معدل التيرن اوفر للدهون هو 100 جرام يوميا، كمية بسيطة منها فعليا بحتاجها في الوجبة الغذائية. نجد انه الفات بتكون اللي هو الكربوهيدرات، بمعنى لو صار في عندي زي الكربوهيدرات من الكربوهيدرات تحول الى دهون. عشان هيك بيحكوا انه الناس بتتناول كميات كبيره من الكربوهيدرات بيصير عنده سمنه. ليش بيصير عنده سمنه؟ لانه الكربوهيدرات الزايده بتتخزن على هيئه دهون. وما ننساش انه انا عندي لو توفرت الفري فاتي اسيد اللي هي زي اللينولينيك واللينولينيك، هي الفاتي اسيد الضروريه عشان تتكون منها الدهون. لأن عملية الريجوليشن للإنرجي ميتابوليزم تحدث عن طريق اللي هو عملية الأكسيديشن للمولوكيولز اللي بتستخدم في إنتاج الطاقة كالأمينو أسيد والجلوكوز واللاكتيد أسيد والفري فاتي أسيد والجليسرول والكيتونز بادي. الكيتونز بادي من الترايجليسرايد، البوليساكرايد تعطينا جلوكوز واللاكتيك أسيد، بروتين تحطم إلى أمينو أسيد. الآن خرجت من الخلايا، طبعا انا لو انا بتكلم عن خلايا اللي هو ليفر، حتخرج الى الدوره الدمويه وحتبدا الخلايا تاخذ هاي المواد وتستخدمها في انتاج الطاقه، بتدخل دوره كريبس وبتنتج اللي هو طاقه ثاني اكسيد الكربون والماء. تمام. طبعا المواد اللي اجت من السيركوليشن هي نتجت من المواد اللي تم اعاده امتصاصها وصار في لها تحطيم وصارت تحولت الى الرو ماتيريالز اللي هي المواد الخام، وبلشت عمليه انها خلايا تستخدمها في الريسبيريشن. الان البنكرياتيك ايلاند للانجرهانس، طبعا احنا حكينا انها بتفرز الفا سيل، بتفرز جلوكاجون، بيتا سيل، بتفرز انسولين. طبعا الجلوكاجون المحفز الها انخفاض الجلوكوز، تبدا عمليه تحطيم الجلايكوجين وتحطيم الدهون عشان ارفع من معدل الجلوكوز، وايضا بيصير في عمليه تحطيم الفري فاتي اسيد وتحويل فاتي اسيد الى كيتونز بادي. لان البيتا سيل بتتحفز بانتاج الانسولين في زياده الجلوكوز، بيزود من اخذ الخلايا للجلوكوز وبيزود من معدل تخزين الجلوكوز على هيئه جلايكوجين ودهون، وبيساعد في تحويل دخول الامينو اسيد للخلايا عشان تستخدمها في عمليه البناء، بناء بروتينات. تمام. الان عمليه الريجوليشن فعليا الانسولين والجلوكاجون هي معدل السكر، فنجد انه في انا عندي ريجوليشن بواسطه الجلوكوز، هذا الشكل الاساسي، لكن الامينو اسيد تاثيرها في البلد على الانسولين والجلوكوجين ضعيف، وبتدخل عمليه ريجوليشن في نيجاتيف فيدباك، والجلوكوز بيدخل الى البرين عن طريق الفاسيليتيد ديفيوجن. معدل الجلوكوز الصايم في جسمنا عباره عن 65 الى 105 ملي جرام لديسيلتر. طبعا في فاريشن في هذا الرينج من دوله الى اخرى، الا انه في العام بنحكي من 70 الى 110 ملي جرام لديسيلتر. الآن لما بيرتفع الجلوكوز إيش اللي بصير؟ الجلوكوز لما بيرتفع معدله في الجسم بصير في عنا إنه يرتبط هذا الجلوكوز بمستقبلات تسمى جلوكوز تايب 2 ريسبتورز، هي عبارة عن نوع من أنواع البروتينات. هذه موجودة طبعا ريسبتور على البيتا سيل. تمام. إذا ارتبط الجلوكوز، كيف يعني البيتا سيل الجلوكوز عشان تفرز الأنسولين؟ إنه الجلوكوز بيرتبط على ريسبتورز، هو عبارة عن جلوكوز تايب 2 ريسبتورز موجوده على البيتا سيل، فبتحفز عمليه الريليز للانسولين. تمام. بتحفز انتاج الانسولين واطلاقه. والانسولين الان لما يخرج من البيتا سيل الى الدوره الدمويه بيبدا الان يرتبط بمستقبلات موجوده على سطح السكيليتال مسل والاديبوز تشو وانسجه اخرى، اللي هي الريسبتورز هذه عباره عن جلوكوز تايب 4، فبالتالي نجد انه بيساعد على عمليه دخول الجلوكوز الى داخل الخلايا، فبالتالي هيك بحفز عمليه البناء. اذا الانسولين بحفز عمليه البناء، طالما الخلايا اخذت جلوكوز حتستخدمه في تكوين الاي تي بي، حتستخدمه في تخزين الدهون، في تكوين الجلايكوجين. اذا بتكلم عن اللي هو عمليه بناء. الان في عندنا فحص اللي هو اورال جلوكوز تولرانس تيست هيستوري. هذا الفحص بيبين قدرة البيتا سيل على إنتاج الأنسولين. فلو كان هذا المريض عنده خلل في إنتاج الأنسولين بيبين عن طريق اللي هو هذا الفحص، ولو كان هذا الشخص بس عنده خلل في الميتابوليزم برضه حيبين بعد هذا
الفحص. الآن بدي أشوف هل الأنسولين لها قدرة على إنها تعمل على خفض الجلوكوز بعد ما يعطى المريض جرعة من الجلوكوز، تقريبا حوالي 75 جرام من الجلوكوز، بعد ما أخذ أنا منه عين الدم هو الفاستنج، بعطيه عين الجلوكوز وببدأ بعد ساعة ساعتين 3 ساعات بأخذ منه عين الدم وبفحص معدل الجلوكوز. الشخص الطبيعي قادر على عمل ميتابوليزم للجلوكوز وخفض معدله إلى معدل الفاستنج، تمام؟ وهذا بيبين انه الشخص الطبيعي لما بيتناول وبيعطيه جلوكوز بيبدا الجلوكوز بيرتفع، فبالتالي الانسولين حيرتفع. بعد ساعه بتلاقي اعلى قيمه للانسولين، بعد هيك بصير الانسولين يبدا يساعد على دخول الجلوكوز واستهلاك الجلوكوز، وبيرجع معدل الجلوكوز الى الوضع الطبيعي بعد ساعتين، تمام؟ اللي هي اقل من 100 بعد ساعتين، تمام؟ بعد ساعتين بتلاقي انه خلص الانسولين هنا انخفض معه، هنا معدل السكر وهنا معدل الانسولين. لكن الشخص المريض نجد انه السكر عالي بسبب انخفاض معدل الانسولين عنده، تمام؟ الان الريجوليشن ايضا للانسولين والجلوكاجون يحدث على مستوى السمبثاتيك والباراسمبثاتيك وعلى مستوى هرمونات اخرى تفرز من الجي اي تراك اللي هي القناه الهضميه. فالباراسمبثاتيك نيرفس سيستم بحفز انتاج الانسولين، بينما السمبثاتيك نيرفس سيستم بحفز انتاج الجلوكاجون. بينما هرمون الجي اي بي والجي ال بي 1 والسي سي كي بتحفز انتاج الانسولين وافرازه. الان الريجوليشن هذه ما بين اللي هو فعل الانسولين والجلوكاجون موضح انه لو انا صار عندي، لو صار في عندنا اللي هو زياده في الجلوكوز، على طول يحفز البيتا سيل بانتاج انسولين والالفا سيل بتثبط انتاج الجلوكاجون، وهذا يؤدي الى انه الخلايا بلشت تستخدم الجلوكوز وبرجع معدل الجلوكوز ينخفض. والان لو انخفض معدل الجلوكوز تعتبر نيجاتيف فيدباك وعلى مستوى البيتا سيل، وبتبدا انه يحدث التالي انه لو صار انخفاض لمعدل الجلوكوز على طول الانسولين بينخفض، الجلوكاجون بيرتفع، بصير في عندي رفع لمعدل الجلوكوز في الجسم عن طريق انه بمنع الخلايا انها تاخذ جلوكوز، بكسر جلايكوجين، بكسر دهون، وبكون جلوكوز من مصادر غير كربوهيدرات زي جلوكونيوجينيسيس. نفس الفكره هنا، لو كان انا عندي استيميولس بعد تناول الوجبه الغذائيه اللي هي صار في ارتفاع في معدل الجلوكوز، هذا بيؤدي الى انه البيتا سيل تفرز الانسولين، وبعد هيك الانسولين يؤثر على غالبيه خلايا الجسم ومنها بشكل خاص اللي هو الليفر، وبالتالي بيساعد على انها الليفر تخزن الجلوكوز على هيئه الجلايكوجين، تمام؟ وبالتالي هذا بيخلي انه الجلوكوز ينزل الى معدل الست بوينت، الست بوينت اللي هي مقصود فيها مواضع الاستقرار، تمام؟ بعد هيك بيستقر معدل الجلوكوز. الان لو صار في فاستنج، صار في عندي انخفض معدل الجلوكوز، وهذا بيحدث في الفاستنج، او واحد نسي يتناول وجبه غذائيه لفترات طويله، ضله مش متناول وجبه غذائيه، على طول الفا سيل بتفرز الجلوكاجون، الجلوكاجون بياثر على الليفر، بكسر جلايكوجين، بياثر على الاديبوس تيشو، وبالتالي بيحفز تكسير الدهون وتكسير الجلايكوجين، وبيساعد على انه يرفع معدل السكر. هيك بصير في عندي انا بالانس في معدل السكر عندنا. الان ايضا في عندي حاله الابزوربتيف ستيتس، وهذه تحدث انه بصير في ابزوربشن للانرجي، يعني في عندي ابزوربشن للجلوكوز امتصنه، وهذا يحدث تقريبا لعند 4 ساعات من اللي هو بعد فتره الاربع ساعات بعد تناول الوجبه الغذائيه، يعني من تناولها لعند 4 ساعات، فبالتالي في هاي الفتره بيزداد افراز الانسولين. لكن بوست ابزوربتيف هو يحدث اللي هو صار اكثر من اربع، بعد الاربع ساعات لقينا انه هاي بتصير زي فاستنج ستيت، على الاقل بعد تبدا بعد الاربع ساعات من تناول الوجبه الغذائيه بنلاقي الجلوكوز في هاي الحاله هو اللي بيفرز. في الابزوربتيف ستيتس الانسولين بكون هو الميجر هرمون، وبالتالي بيحفز عمليات البناء في الجسم. نجد انه الانسولين بيحفز اللي هو الخلايا تاخذ الجلوكوز، وبيحفز تخزين الجلايكوجين في الليفر والمصل، وبيعمل بحفز تخزين الترايجليسرايد في الاديبوس تيشو، وبيحفز الخلايا انها تاخذ الجلوكوز والامينو اسيد، والامينو اسيد بيستخدم في عمليه تصنيع البروتينات. اما البوست ابزوربتيف فهو
في حالة إن بيكون اللي هي في الوضع اللي بيصير في عملية تعديل لمعدل الجلوكوز. معدل الجلوكوز بنلاقي الجلوكاجون بيفرز، الجلوكاجون بيكسر الجلايكوجين في الليفر، وطبعا عن طريق انزيم انه بحفز انزيم الجلوكوز 6 فوسفاتيز، وبحفز الجلوكونيوجينيسيس، بحفز السكيليتال مسل والهارت والليفر والكليه انها تستخدم الفاتي اسيد كمصدر للطاقه، كمصدر للطاقه عن طريق انه بحفز اللي هو اللايبيزز، وانه بيعمل تحفيز لتكسير الدهون وتكوين الكيتونز بودي اللي هي كيتو جينيسيس بنسميها، تكوين الكيتونز بودي او الاجسام الكيتونيه اللي هي الاحماض العضويه اللي حكينا عنها سابقا هي تسمى كيتو جينيسيس. وهي هنا بعد الفيتنج اللي هو كيف نشوف تاثير الطعام والصيام على عمليات الميتابوليزم للكربوهيدرات، وهذا يحدث بفعل اللي هو في الفاستنج انخفض الجلوكوز على طول الجلوكاجون حيفرز والانسولين بينخفض وبالتالي بيشتغل فعل الجلوكاجون برفع معدل السكر. لكن بعد تناول البشوة الغذائية بنلاقي معدل الجلوكوز بعد الابزوربشن ارتفع، نجد الانسولين بيرتفع الجلوكاجون بينخفض وبيبدا الفعل على الانسولين انه يقلل من معدل الجلوكوز ويساعد في عملية بناء بروتينات، بناء وتكوين دهون وتكوين مخزون السكر اللي هو على هيئة جلايكوجين. نيجي لمرض الديابيتك ميليتس، هو عبارة عن كرونيك بلد هاي بلد جلوكوز، هو عبارة عن مرض مزمن ينتج بسبب زيادة معدل أو تركيز الجلوكوز في الدم. في عنا نوعين منه تايب 1 وتايب 2. تايب 1 هو عبارة عن انسولين ديبندن ديابيتك ميليتس، هو عبارة عن المرض الذي ينتج بسبب خلل في إفراز الانسولين، تمام. أما تايب 2 هو نون انسولين ديبندن ديابيتك ميليتس، لا يعتمد على الانسولين. هذا الجدول بيوضح له مقارنة بين تايب 1 وتايب 2، فنجد انه تايب 1 يحدث في سن عند الاطفال واقل من سن 20 سنة، بينما تايب 2 يحدث عند الاشخاص اكثر من 40 سنة. نجد انه معدل تطور او سيمتومز الاعراض بتظهر على تايب 1 سريعه بينما تايب 2 بطيئه. نسبه تايب 1 10% تقريبا من كل مرضى السكر بينما تايب 2 90%. تكوين كيتونز بودي او كيتو اسيدوزيس بسبب تكوين الكيتونز بودي علامه مميزه لتايب 1 لكن نادرا ما يحدث في تايب 2. تايب 1 بيكون غير مصاحب للاوبيزيتي، يعني غير مصاحب للسمنه، اما تايب 2 بينتج بسبب السمنه. بيتا سيل، لو انا دورت على بيتا سيل حاجه تحطيم للبيتا سيل في تايب 1 لكن تايب 2 لا تتاثر، وهذا بيعكس على معدل الانسولين. نجد معدل الانسولين منخفض في تايب 1 لكن في تايب 2 اما بلاقيه طبيعي او مرتفع. ممكن يكون سبب تدمير هاي الخلايا اوتو انتي بودي، فلو دورت على اوتو انتي بودي بلاقيها موجوده في تايب 1 لكن تايب 2 مش موجوده. العلاج طبعا في تايب 1 انه بعطي انسولين، بينما العلاج في تايب 2 انه عباره عن دايت اللي هي حميه غذائيه واللي هو رياضه زياده المعدل الحركي، وممكن يعطوا اللي هو بعض الادويه اللي بتحفز حساسيه الخلايا للانسولين عن طريق انها بتزود الريسبتورز على سطح وتخلي هاي الخلايا حساسه للانسولين، وبالتالي تستطيع اللي هو ادخال الجلوكوز الى داخل الخلايا. Diabetic type 1 هو عبارة Diabetic type 1 أو type 1 Diabetic mellitus هو نفسه type 1 Diabetic mellitus، سببه أنه تحطيم للبيتا سيل الموجودة في اللانجر هانس للبنكرياس بسبب autoimmune disease، يعني autoimmune antibody أو autoantibody هاجمت البيتا سيل وحطمتها، وهذا يحدث بالكيلر تي سيل. التارجت تبعها بكل جلوتاميت ديكربوكسيليز في البيتا سيل، وبالتالي هذه طالما تدمر هذا الانزيم منع افراز وتكوين الانسولين، فبالتالي الجلوكوز لا يستطيع دخول الاديبوز تيشو، وبالتالي معدل تكوين الدهون بيصير اقل من معدل تكسير الدهون، تمام. فبالتالي نجد ان الفاتي اسيد بتتحول الى كيتونز بودي وبتنتج عندنا حاله تسمى كيتو اسيدوزيس، تمام، لانه قلنا الكيتونز بودي عباره عن اجسام كيتونيه عباره عن احماض عضويه بتعمل على رفع حموضه الدم. الان في هاي الحاله في تايب 1 نجد انه حيزداد معدل الجلوكاجون، بيزداد معدل الجلوكاجون ليش؟ عشان يحفز تكسير الجلايكوجين في الليفر، تمام، لانه طالما انه الانسولين لم يفرز الجلوكوز لم يدخل الى الخلايا، فهذا شعور
بستارفيشن، صارت الخلايا ما فيش عندها جلوكوز، يعني صار عندها حالة ستارفيشن، فعلى طول بيفرز بيزداد الجلوكاجون عشان يكسر الجلايكوجين ويزود من معدل الجلوكوز عشان ما يدخلش إلى الخلايا. تمام. الآن ما هي الكونسيكونسز اللي بتحدث بعد في تايب 1 دايابيتيك ميليتس بسبب نقص الأنسولين؟ الآن نقص الأنسولين قد يكون بسبب خلل في السكريشن، وبنفس الوقت يعني انخفاض في السكريشن مع زيادة مقاومة الخلايا لفعل الأنسولين، أو يحدثوا كل واحد لحدة أو الاثنين مع بعض. تمام. إيش اللي بصير تحت تأثير انخفاض الأنسولين؟ الآن بزود من معدل تحطيم الجليكوجين في الكبد، بزود من معدل تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية اللي هي بزود من الجلوكونيوجينيسيس في الليفر، بزود من تحطيم الدهون في الليفر وتكوين كيتونز بودي. تمام. يعني بزود من معدل كيتو جينيسيس على الدهون، بزود من تحطيم الدهون. تمام. تمام. الآن صار في عندي نقص في عملية استخدام الكيتونز بودي. ليش؟ لأنه الخلايا بدها طاقة. تمام. الخلايا نقصها طاقة، فبتستفيد منها من مين؟ من الكيتونز بودي. لكن الخلايا بتاخد حاجتها فقط من الكيتونز بودي ولا تستطيع تخزينها، على العكس تماما من الجلوكوز، إنه ممكن الجلوكوز يخزن على هيئة ATP، لكن الكيتونز بودي بياخد الخلايا حاجتها من الكيتونز بودي وبتكون طاقتها وتستخدمها، لكن ما بتخزنها. ليش؟ لأنه الكيتونز بودي عبارة عن توكسيك، مواد أحماض سامة بيستخدمها كمصدر للطاقة، لكن ما بتخزنها. عشان هيك طالما إنه الخلية بس بتاخد على قد حاجتها وطاقتها، فبالتالي بيطلق الباقي وين؟ في الدورة الدموية، فهذا بيؤدي إلى قلة استخدام الكيتونز بودي، وهذا يؤدي إلى زيادة معدل الكيتونز بودي في الدورة الدموية وينتج عنها ميتابوليك أسيدوزز. تمام. الآن كنتيجة للجلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينولايسيس، طبعا صار في عندي زيادة في الجلوكوز بسبب انه الأنسولين مش موجود، فلم تستطيع الخلايا استخدام الجلوكوز. تمام. ما دخلش الجلوكوز داخل الخلايا فلم تستخدم الجلوكوز، فصار عندي تراكم لا الجلوكوز في الدورة الدموية، صار عندي حالة هايبر إجلايسيميا. طبعا نتيجة الهايبر إجلايسيميا عمل أزموتك ديوريتز، أثر على مستوى الماء والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفات. تمام. فأدى ذلك إلى حالة ديهايدريشن، تغير انخفاض في الفوليوم حجم السائل، وأدى إلى حدوث هايبوتنشن، انخفاض في ضغط الدم. الآن في دايابيتيك تايب 2 ميليتس، هذا عملية تطور حدوث المرض وأعراضه بطيئة. طبعا بيحدث عند الناس اللي عندها بريدسبوزينج فاكتور، يعني جينيتيك فاكتور، عندها استعداد وراثي. نجد أنه يحدث أكثر شيء عند الناس الأوفر ويت أو الأوبيز. ليش الأوبيز؟ لأنه في الأوبيز نجد أنه في ريزيستنسي للأنسولين. تمام. في ريزيستنس للانسولين، او انه السنسيتيفيتي للانسولين قلت. تمام. الان هذول نادرا ما يحدث عندهم كيتو اسيدوزز، نجد معدل انسولين اما طبيعي او زايد، وهي الكيرفات بتوضح اللي هو كيف انه يكون عندي حاله السيفير تايب 2 وللسيفير وبري دايابيتيك. بري دايابيتيك بيكون معدل ارتفاع الجلوكوز بسيط، هذه ممكن لبري دايابيتيك انه يعالج باللي هو حميه واكسرسايز. تمام. الان بالنسبه للتريتمنت للدايابيتيك اللي هو تغيير اللايف ستايل، ايش تغيير اللايف ستايل؟ انه يزود الاكسرسايز او يزود النشاط الحركي والبدني. ليش انا بقول يزود نشاطك الحركي والبدني؟ لانه النشاط هذا بيزود من معدل الاكسبريشن للجلوكوز تايب 4 كارير الموجوده على الممبرين، الموجوده طبعا في السكيليتال مسل، وبتساعد على استهلاك الجلوكوز، بالتالي بيدخل الجلوكوز للسكيليتال مسل. وبنقول له انه يعمل عمليه ريدكشن للويت اللي هو ينقص وزنه، ويزود من تناول الالياف في الوجبات الغذائيه، ويقلل من تناول الدهون المشبعه. حاله الهايبوغليسيميا هي عباره عن حاله تحدث لما يكون هناك زياده في افراز الانسولين.
فايش اللي بصير؟ بصير عندنا حاجه تسمى رياكتيف هايبوغلايسيميا، وهذا يحدث بمبالغه الاستجابه لارتفاع السكر بعد تناول الوجبه الغذائيه. بصير الجسم ببالغ بالاستجابه لمعدل الارتفاع الجلوكوز في الجسم، فبزود من معدل اطلاقه للانسولين، وبالتالي بصير في عندنا حاله هايبوغلايسيميا. مين اللي بتطور عندهم او بصير عندهم حاله هايبوغلايسيميا؟ الناس اللي عندهم فعلتها مرضى مصابين بتايب 2 دايابيتيك ميليتس، هذول اكثر عرضه لما يحدث عندهم هايبوغلايسيميا. الان في عندنا عمليه ميتابوليك ريجوليشن، نجد انه الانسولين له فعل بناء، تمام، بعكسه في ذلك الادرينال جلاند والثايرويد والانتيرير بيتيوتري جلاند، لكن نجد انه الانسولين يتوافق مع التي 3 اللي هو الهرمون تراي ايودو ثايرونين الذي يفرز من الثايرويد، والجروث هرمون. هدول الثلاث هرمونات بتساعدوا في عمليه بناء البروتينات، سينرجيستيك يعني بيشتغلوا مع بعض في بناء البروتين. هرمون اخر، هذا الهرمون ايضا يفرز من البيتا سيل، هو عباره عن أميلين. الأميلين هو كوسكريتد هرمون يفرز مع الأنسولين. الفسيولوجيكال فانكشن تبعته أنه بقلل من عملية إفراز الجلوكاجون، بقلل من عملية إفراز الغير طبيعية للجلوكاجون، بزود الشعور بالشبع والتخمة، وبقلل من عملية إفراغ المعدة. طبعا المعدة لما بتناول الطعام حتفرغ محتواها الى الامعاء، فبالتالي بعد فتره حيشعر بالجوع، فهي طالما حتخليك تشعر بالاميلين خلينا نشعر بالشبع والتخمه، فبالتالي هي حتبطئ من عمليه تفريغ المعده. الان وجدوا انه في الدايابيتيك ميليتس، طبعا تايب 1 نجد طالما انه في عندي تحطيم في البيتا سيل ففيش افراز للاميلين، بينما في تايب 2 دايابيتيك ميليتس نجد انه في ديسفانكشن للبي سيل، يعني بيصير في مع الوقت بنلاقي انه الانسولين طالما انه فيش استجابه للخلايا الانسولين بتبطل البيتا سيل تفرز انسولين، بصير شوي شوي في ديسفانكشن فيها، فبنلاقي معدل الاميلين منخفض او حتى بنفس درجه منخفض بنفس درجه انخفاض الانسولين. تمام. هرمون السوماتوستاتين هو هرمون يفرز من الدي سيل او الدلتا سيل من البنكرياس، وهو انهبيتوري هرمون، انهبيتوري هرمون، هرمون مثبط. يثبط مين؟ بثبط ريليز للجروث هرمون، وايضا بثبط ريليز الثايرويد ستيمولاتينج هرمون. ايضا السوماتوستاتين بثبط هرمونات التي تفرز من الجاسترونتستينال هرمون زي الجاسترين، كولي سيستوكاينين، سيكريتين، موتيلين، فازو اكتيف انتستينال بيبتايد، جاستريك انهبيتوري بوليبيبتايد، واللي هو انتيرو جلوكاجون. السوماتوستاتين ايش فعله؟ انه بقلل من معدل تفريغ المعده، ايضا بقلل من عمليه انقباض العضلات الملساء طبعا الخاصه بالمعده، فبالتالي بقلل من عمليه تفريغها، وايضا بقلل من ورود الدم الى الانتستاين عشان ما يصيرش عمليه ابزوربشن، تمام، وبالتالي هو بيثبط عمليه ريليز هرمونات البنكرياس زي الانسولين والجلوكاجون، وايضا بيثبط الاكسوكراين سيكريتوري للبنكرياس، يعني بيثبط افراز العصاره البنكرياسيه. والسوماتوستاتين ايضا بيثبط فعل الجروث هرمون ريليزنج هرمون الذي يفرز من الهايبوثالاموس. الجروث هرمون ذكركم فيه، الجروث هرمون له اسم ثاني هو السوماتوتروفين، يفرز من الانتيريور بيتيوتري جلاند، بيشتغل كاندوكراين مانر لانه هرمون. الكبد تستطيع تكوين جروث فاكتور بيساعد في عمليه البناء، ويعتبر كوسيط للبناء، لبناء لعمليه البناء للجروث هرمون يعتبر وسيط. مين اللي بتكونه؟ الليفر. الجروث هرمون ايضا بحفز عمليه تكوين جروث فاكتور يسمى انسولين لايك جروث فاكتور 1 الذي يسمى سوماتوميدين، تمام، من اسمه انه بيساعد في عمليات البناء. يعطيكم العافيه.